مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تسود أجواء صافية مع 23 درجة مئوية، الملموسة 22، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. إربد 27-17، عجلون 25-17، جرش 27-18، والمفرق أتربة مثارة 28-15، مع أجواء ربيعية دافئة بشكل عام. المنطقة الوسطى نبدأ بالبحر الميت، أجواء حارة 34-25، مأدبة 27-16، البلقاء 26-17، نفس الحرارة تقريبا في عمان مع تفرق لبعض الغيوم، والزرقاء 29-18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 26-16، الطفيلة 27-15، الشوبك رياح نشطة 24-14، العقبة 38-26، ومعان أتربة مثارة 28-16 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق أتربة مثارة ورياح نشطة 32-18، الصفاوي 32-17، ورويشد 32-18 مع رياح نشطة وأتربة مثارة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.